احنا واقفين اليوم للمرة الرابعة على التوالي بسبب العنف المستشري بالوسط العربي وخاصة بقريتنا الإفراديس. منطالب الناس، أهلنا، مجتمعنا بكل مكان يطلعوا على المفارق، على الأقل نوصل صوتنا، نورجي إنه الإشي مأثر علينا، مش نضلنا ساكتين بالبيوت. فهي دعوة لأهل بلد الإفراديس ولكل البلدان، اطلعوا تظاهروا، ارفعوا لافتات، هاي أقل الواجب اللي ممكن نعمله. طبعا بدون هذا الشك نحن هم متواجدون في الأسبوع الرابع، دلالة على الاستمرارية وأهمية هذا النشاط وهذا التواجد في مفرق الإفراديس. لدينا رسالة جدا واضحة، رسالتنا هي أن الجريمة لا يجب أن تمر بسلام، وبما أن الجريمة لا تمر بسلام والجريمة لا تأخذ استراحات، نحن بالتالي لا نأخذ استراحات ولا نتماشى معها بسلام وكأنها أمر مفروغ منه. لا، لطالما الجريمة مستمرة أن تفتك بنا في الناصرة، في شفعامر، في كفر كنا، في يعني حتى لا نعد القتلى، يعني لا يجب أن نقف على كل ما يخص القتلى، بل الجريمة كجريمة لا تقف. فبالتالي نحن كذلك لن نتوقف، لدينا مطالب جدا واضحة. بداية القاتل في الإفراديس، يعني سنقف هنا حتى يأخذ القانون مجراه كي لا تتماشى الإفراديس مع هذا الأمر كما حصل في باقي المدن والبلدات العربية للأسف، من ناحية. ومن ناحية أخرى كذلك أن هذه الاستمرارية مستمرة ما طالما الجريمة لا زالت تفتك فينا في المجتمع. اليوم جيت على المظاهرة أن أشارك بالمظاهرة السلمية، بدنا ننهي آفة العنف والجريمة حتى يعني إن خرجنا إلى الشوارع. هو ليس مقتصر على الشعارات الفيسبوكية، لا، إنه على أرض الواقع أن نخرج إلى الشارع ونطالب ونناشد المسؤولين على إنهاء هذا الجرم والعنف الواقع في بلداتنا العربية. أنا أدعو الجميع، أدعو الجميع، لأنه الوجع القائم هو قاعد يوجعنا كلنا. فأنا بطلب من كل بلد عربية، من وسطنا العربي كله، أنه يشارك بالمظاهرات السلمية.